الجلسه تاع اليوم كانت الجلسه الاخيره، كانت فيها الكلمه الصحفي حميد المهداوي عبر فيها بكل اريحيه، عبر على على براءته. كانت المداخله ديالو شافيه وكافيه، وهي تكميل للمرافعه الاولى اللي كانت اثناء الاستماع ليه. كانت كما قلت مرافعه قدم فيها كاع الدلائل ديال البراءه ديالو، رغم انه كما قلت غير ملزم، لان المحكمه او النيابه العامه هي الملزمه بتقديم ادله الادانه، ولكن الحدود الساعه لا النيابه العامه ولا قضيه التحقيق ولا حتى المحكمه تبعتوا معنا لا في المرحله الابتدائيه ولا في المرحله الاستئناف، ما كاين حتى شي دليل. علاش؟ مجرد كلام في كلام في كلام، مجرد تناقضات. حميد المهداوي مداخلته اليوم حطم كل 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 الاقوال اللي جات، يعني ما كاينش دي بروف اللي كانت تعتمدت عليها المتابعه، الاقوال اللي تابع بها هدمها حميد المهداوي، قدم الادله على البراءه ديالو. تنتمناو ان المحكمه تنصفنا وتستمع لنا ويعني وتعامل معنا بمنطق الحكمه وتطبق معنا القانون والتطبيق العادل للقانون. هذا ما كنطلبوه، والبراءه، ونفرحوا كاملين وتفرح الاسره الصحافه ونفرحوا، لانه اعتقال حميد المهداوي هو راه ماشي اعتقال لحميد كحميد، هو اعتقال لحريه التعبير واعتقال لجميع الصحافه الحره. تنتمناو بان المحكمه تنصفنا وتنصف الصحافه المغربيه، وشكرا لكم.